موجود في مهرجاني كارتاج معناه هو بوليميك عادية صبر. مستحيل ترضي الفنانين كل مستحيل ترضي الناس كل يا ولدي موافقك على تور لما راهو صبر مفتاح الفرج تعملش دورة كلها ميد ان تونيزيا كلها توانسة بالتابع باش تلقى فنانين اخرين يقول لك انا عندي الاحقية الكلام نقول فيها معناتها شوية صبر تو الناس كل تتعدى كلمة اي عنده ما يزيد بالحق ولا بعد ما تكلم الحاج اي شوف رفيق لطفي بوشناق يتمناوه في كل المهرجانات العربية انت عندك في تونس بحذاك دونك ما فماش علاش باش ما يكونش الافتتاح مع لطفي من بعد انه التوليفه لانه مهرجان راه يزمو يربح فلوس زاده ما تنجمش راه اغزر تنجمش تعمل مهرجان باش ترضي مرسل خليفه والرحباني وكهو والله وذوق يدخلوا فلوس زاده تيتروت بارلي اما مرسل خليفه مرسل اليوم يعمل كومبلي والله والله رفيق توا بالوضع يعمل كومبلي زياد الرحباني كيف كيف جوديا بوترس لا جوديا بوترس صعيب ما تجيكش على خاطر عندها حاجات اخرى معناتها فهمت الاشكال اليوم كيفاش هل التوليفة انه نربحوا فلوس ونعملوا مهرجان يليق بمهرجان كارتاج هذي هو السؤال لابد ان يكون الاذواق فيهم متنوعة انا نذكر قبل مشيت شو اسمه هذيك اللي غني تيجي والله نسيته نسيته هو نسيت الاغنية كيفاش نعاونو معناه ما عطيتني حتى انديس اللي غني نشوف واحد شاد ميكرون سميه براون براون جيمس براون جيمس براون جيمس براون جيبوه لتونس دوك وقت اللي تمشي تفرش جيمس براون يضر يجي مره بركه ولا مرتين لتونس دوك سان ايفينمون بالنسبه للتوانسه والبرشا التوانسه شارلز نافور كيف كيف دوك يفو فير اني فور انه تلبي الاذواق الكل وحتى برمجه ما باش نجم تربي كيما اي ليست نتاع كيب ناسيونال مستحيل يجيب شي 70 لازم تلقى شكون ينبر يقول لك الارتكاز هذا خير من الرواق الاخر وثلاثه اربعه ثلاثه كيف كيف في الشواء بتاع فنانين ما تجمش ترضي الناس اللي كنا نتمنى وإن شاء الله دورة ناجحة ومهرجان ناجح نختم معك أخيرا سي كامل فرجاني اللي قال في صباح الورد مع حاتم بن عمارة قال إنه دخله الحمد لله مداخيل كانت محترمة في مهرجان قرطاج إن شاء الله يا ربي سنة دورة هذية تكون الأمور التقنية خاصة في الصوت والصورة تكون باهية وما يصيروش مشاكل على خاطر في الدورة الفارطة صاروا برشا مشاكل من نوع مثلا مرتضى الفتيتي في حفلته صارت مشكلة في الميكرو في النردو يعني مهرجان كبير وعريق حاجات كيما انا كان حاولوا نتفاداوهم صديقتنا هاجر وصديقنا حاتم زوز عملوا نفس الريفليكسيون ملا محمود قول مدير اعمال جوليا بوترس فسر لنا قال لك شنو عنده حاجه والله اخرى والله جا في مخي لا ما تجيكش توا وخرت عليها انا والله ها نقول لك اترافير صديق عزيز حبينا نعملوا حفله جوليا بوترس انت خدمت في الحفلات لا لا معناتها حبينا نعملوها لفايده الشعب الفلسطيني المداخيل بتاعها وخذينا الموافقة وبارك الله فيه السيد وزير الشباب والرياضة موافقة مبدئية على استاد رادس ولكن بالاتصال بوكيل أعمالنا في لبنان وكل شيء الإشكال أنه الفرقة الكل تتحول معها عندها دي كونديسيون دي نورم تكنيك صعاب برشا دونك بعد كي لقينا انه الظرف ممكن ما يكونش مواتي وخاصة هي راو انه باش تتحول ليه مفاوضات نجم تاخذ 4-5 شهور معها هو يقال انه زوجها هو اللي موفر لها امكانيات ضخمة في كل العروض نتاعها اللي ما نجم يوفرهم حتى حد لانه مش يحسب في الروسات في الروسات وفي الروندابيليتي قاعد ينجح في مرته لك المعلومة انه محمود حاول يدخل ميدان تنظيم الحفلات معناها جوليا بوترس وجوليا بوترس تعرف كاشي جوليا عارف السيد اللي مش خلاص قد عنده في البنك معليها سخرية خدر لا والله حابين نعملوها الفيت الشعب يا ودي في بيدي اما انت بجيبها بالفلوس معليها جوليا كان تعرف اللي يحكي معه قديش في الروح ليه من الاسبونسور كلك مبطل الكارير ولا قينا دي سبونسور رفيق قال لكي نمشيه معاك ذوك انا عطيه معك وانا شفنا الحفلة كنت ناشي نعود بعد بعد الفاصل ما تبعدوش كل سبت واحد من 9 للنص